جيتكم وصفة جديدة، هي عبارة عن لابوغري بطريقة جديدة بالمرقاز. اليوم حبيت نشارككم هذه الوصفة، إذا عجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. نبدأ على بركة الله. نجيبوا حبيبة بطاطا، نجيبوا مقصوطة بصلة ولا حبة بصل كيما هكا صغيرة، تكون صغيرة. حبة بصلتين واحدة أخرى مع زوز سنينة تاع الثوم صغيرين، مرقاز عادي وليزيبيس والملح والزيت. نبداو على بركه الله. نجيبو الطاجين تاعنا، نجيبو هذيك البطاطا نقطعوها صغير صغير، نكونو غسلناها وقشرناها، نقطعو هذه مقصوصات صغيرين هكذا. ان هذه لابوري بطريقه جديده وتجيكم سهله وتجي بنينه بزاف. نقشروا دي نقطعوا ديك البطاطا هكذا صغيره، نقطعوها كامل. نقطعوا هذيك حبيبه تاع البصله الصغيره اللي قلت لكم عليها. اذا ضعفتوا البطاطا ضافوا كونتيتي تاع البصله، ديروا حبه بصل كبيره هكذا. نديرو لها شو مثل 3 مغارف تاع زيت كبار هكذا. نديرو لها فلفل اسود وشويه كيري تاع اللحم فقط. نديرو ملعقه صغيره غير مملوءه تاع ملح، ما نكتروش الملح لاننا من بعد غادي نديرو فرماج يعطي الملوحه. نديرو غير هكذا ملعقه صغيره تاع ملح ونديروها. هذه البطاطا والبصله نديروهم فوق النار تتقلى. هنايا بعد ما تقلت البطاطا والبصله نضيفو 2 كيسان تاع ماء هكذا. نمرقوها ونغلقو على الطاجين تاعنا ونخلوها طيب مدة ربع ساعة ولا 20 دقيقة حتى طيب البطاطا ان شاء الله. حبيباتي بعد ما درنا البطاطا تاعنا طيب، نجيبو مقلة تاعنا نديرو فيها شوية تاع زيت هكذا ونديروها فوق النار يسخن الزيت. والان بعد ما سخن الزيت تاعنا نحطوا هذوك المرقازات تاعنا، نحطهم هكذا في المغله، نديرهم كيما هكذا ونخلوهم يتقلوا في داك الزيت. لما المرقاز تاعنا يتقلى نروحو نديرو يتقلى، نروحو نرافو هذيك البصله ونرافو مع هذيك السنينه تاع الثوم زوج، ونديرو لي زيبيس شويه فلفل اسود شويه قزبر مدقوق. هادي باش نخدمو لاصوص تاع لابوري. هذا كيري تاع اللحم وشويه راس الحانوت و سكنجبير. نخلو هذه على جهة. حبيباتي بعد ما طابت البطاطا تاعنا شوفوا طابت، نحاولوا هذيك لاصوص اللي بقات نخلو شوية تاع لاصوص، نصفوها هنايا في زلافة واحدة اخرى في بول هكذا، نقلعو ديك لاصوص. الان بعد ما تقلى هكا احمر نحوه من المقلة. والان بعد ما صفينا داك المرقاز الزيت هذا تاع المرقاز في المقله هذيك نفسها، نديرو هذاك البصل وهذوك لي زيبيس وهذاك الثوم هذاك الخلطه اللي خلطناها قبل نديروها في المقله ونديرهم على النار يتقلاو. والان حبيباتي هذيك البطاطا تاعنا بعد ما طابت درت لها قطعه فرماج ونبداو
نطحنوها كامل بالميكسر هكذا، نطحنو البطاطا مع الفرماج كامل كذا. نطحنوها كامل حنا البطاطا تاعنا. شوفوا الكبيره تاعنا كيفاش تجي دايره. نزيدوا لها مغرف صغيره تاع ماكارين، نخلطوها معها ونخلوها اكوتي. نقلى داك البصله وداك الثوم، نجيبوا هذيك لاصوص تاعنا اللي صفيناها نحاولوا نخلطوا مليح، نخلو فوق الغاز تعقد هذه لاصوص. والان حبيباتي نسقو لابيغي تاعنا بهذه لاصوص اللي حضرناها، نعطيها بنه هايله. حبيباتي هاو الطبق تاعنا تاع لابيغي بطريقه جديده حصريا على قناتي بالمرقاز محمره، لاصوص هايله تاعها اللي درناها. نتمنى تجربوها. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني أحبائي، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام مع فيديو آخر إن شاء الله.